إذن أهلا ومرحبا بكم هنا من ملعب ثلاث ليحيى الذي تشاهدون فيها مقابلة التي تجري اليوم بين فريقين اتحاد تمونتي خمالاغن وأتمتني إيد بوهمو. مشاهدينا الكرام، هذه المقابلة التي تجري اليوم على الساعة 6 مساء تشاهدون طنطاني 24 هي تواكب العرس الرياضي الذي يجري من هنا من هذا من قلب كرمون من ثلاث إيد ليحيى التي تشاهدون في هذه المقابلة التي تجري من هنا من هذا المكان. كما نشاهد جمهور غفير حاضر اليوم في هذا المكان وأجواء رائعة جدا كما تشاهدون هنا من هذا المكان، أجواء رائعة بين الحد الآن فريقان يتجهان إلى ركلات ترجيحية. من هنا نوجه لكم في تحية لساكنة أيتكم على حسن استقبال وعلى حسن الضيافة لنا ولطاقم رطاني 24. إذا مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم أيضا، كما تشاهدون جمهور حضر جمهور غفير هنا من هذا المكان لعبة ثلاث ليحيى بقبيلة أيت كرمون التابعة لجماعة السبت نابور قيادة تغيير دائرة الأخصاص إقليم سيدي إفني. إذا تحياتي لكم محمد البزار مراسلي طنطاني 24 وشكرا لكم جزيلا. نشكر الجمهور اللي كله غادي حاضر، كله ساكنات جماعة السبت نابور نشكر نسنمير أنتني هانيا الشباب ندبوهمو الحمد لله هادي قال كلهم يدنروا النابور كلهم نتسلم مع يدي الله كل الشباب من النابور حتىكي أو أستاذ تحية لك تحية لك والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الجمعية الإحسانية والاقتصادية بيزاغور من ضمن الدوريات تكتيك جيزة الدورة تسكر جيزة سميتو سميان الدورة تقع المرحوم والمقاوم والوطني العبيد محمد باش اديت زر النضالات اللي سكار دابا التنميه اللي ديو يسمى المنطقه انا يتكرمون يعني الزريجي زيان العداد النضالات ديال العداد المسائل باش اديتو الريتم زيد تقادات الرجلي تفولكي. نشكر الجمعيه على التنظيم واخا يعني لا انت يعني الامكانيات نقصت ولكن الحمد لله يعني رغم الصعاب المسائل الا انه يعني ينجح سول في الاخير اشكون تعرض ديال العداد المسائل ديال العداد المضايقات ديال يمكن سويتو ولكن الحمد لله غير الاخر يفكاسو ليا تنيت والدليل وهو غصاد الاختزرام انه المباراه النهائيه غيك اللي الجمهور دماس ميد اللي حاضرين دماس الطريقه يا التنظيم يا غولي كان يعني يعني التنظيم يفولكين بزاف ولهذا رنتيني المسائل باش تزيكي زنطريكا المستقبل ان شاء الله باش ميد كل وين في القضيه ديال الاستيميكال المناضل العابد محمد المقاوم الغيور على المنطقه باش يسكن العدد المشاريع المسائل يفلتني دغيكا سنت ميد المسائل و واش كتقريبا ارادينيغ ارادينيغ يعني مبروك مبروك الفريق نيتكرمون سميتو عثمان ايدوهمو على اللقب اللي وين بجداره واستحقاق يعني غير لي زرام المباراه نغصها تيتكا يعني المباراه ربما رنتيني تكا يعني المستوى العالي تلعب بس المستوى العالي تحكيم ما شاء الله كلشي فولكي تبارك الله كنا حفظ ربي.